كل التوفيق ليه. بص يا كابتن ابو رجيله، طبعا بتروح من ورايا ست اللي هو عبد المنعم طبعا، وكابتن صلاح، واستاذ صلاح دندش معايا هنا في الاستوديو طبعا. بيسلموا حبيبي. ايوه، ما انا شايف الكابتن عبد المنعم ده استاذنا واخونا الكبير ومحترم، ويعني الجهاز الجمعيه اللي معانا فيها مجموعات، في ربنا يخليهم ويكرمهم. وبعدين ربنا رزقنا بوزير شباب جميل، ورزقنا برئيس اتحاد جميل جدا جدا، وناس من بره الكوره، ناس من بره الكوره يعني واقفه معانا واقفه جميله جدا. وعايز اقول لك حاجه، ربنا كمان رزقنا بواحد اسمه عبد العزيز عبد الشافي، الخير جه على ايديه، جه على ايديه. وكان ناقصنا الكابتن فتحي مبروك، عنده استوديو. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يوم كان جميل جدا جدا. كل واحد روح من الاحتفاليه ديت واحنا كلنا مبسوطين. وما تتصورش ان سياده الوزير عايز يجيب لك لبن العصفور، السيده رئيسة التضامن ووزيرة التضامن الاجتماعي تقول ما احنا بيبعت مندوب وعلى التليفون وبتشوف ايه اللي حصل. امبارح في ناس ما شافتش بعض بقالها 30 سنه و35 لسه كنت اكلمك عليهم يا كابتن، لسه كنت اكلمك. موجود لو انت تشوف فؤاد مرسي، على سيد الطباخ، على كابتن عوض الحارث، حنفي هليل، على كابتن احمد عبد الحليم، على كابتن الجار الصغير، مجموعه ناس حاجه تفرح تفرح تفرح. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل يا كابتن. لازم نعمل ميداليه كبيره ونكرم فيها كابتن شوبير، لان هو اللي قاد الموضوع وهو اللي رتبه وهو اللي كان واقف يرتب الموضوع، كانه الحاجه دي كان فرح بنته ولا فرح ابنه، حاجه تفرحه. دي ما دام كابتن بوبو اصرت انها لازم تيجي وتقعد في وسطينا وتتفرج. ما تتصورش سعاده هانا بوريده وقعد في وسطينا، ما سابش حد ما اتكلمش عليه ولا قال لك ابو رجله كل ما يكلمنا يقول راحت الفلوس، يقعد يعيط لي في التليفون ويقول لي فلان عيان وفلان تعبان. خلاص يا ابو رجله ما تجيليش ثاني، انا خلاص ما بقاش معايا فلوس. بابا ما جابش فلوس، لا لازم تجيب فلوس. امبارح ادانا فلوس وادانا الناس فلوس، وجت قامات كبيره جدا للحفله. ورئيس النادي الزمالك المستشار اتبرع امس ب 150 الف جنيه وناس كتيره. واللي انا زعلان منه وصعبان عليا ان احنا 18 نادي في الدوري الممتاز زائد زيهم في الدوري الدرجه الاولى، ان دولت لو كل لاعب منهم، كل مدير فني او مدير اداري خد 200 جنيه من كل لاعب، ومن كل مدير فني 300 جنيه، والله العظيم ثلاثه ما هنخلي واحد في مصر من الرياضيين وخاصة كرة القدم. لأن أنا عايز أخلي بتوع السلة يعملوا كده، وبتوع الطايرة يعملوا كده، وبتوع اليد يعملوا كده، هنشيل كهل جامد جدا على يا كابتن أبو رجيلة. كل دول العالم فيها الجزئية دي، حتة إن هم بيجمعوا بعض وبيبقى حاجة وفاء وبتبقى زي رابطة كده، حتى التجميع نفسها بتفرق بشكل كبير. فلازم طبعا لازم حضرتك، يعني أعتقد الجمعية دي يعني جمعية ليها طبع خاص جدا 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 في وجودها في التوقيت الحالي ده، حاجة يعني محترمة كابتن. والله والله احنا عندنا واحد يمني عايش في مصر قريب، كابتن علي محسن. اسأل الكابتن عبد المنعم الحاج سنويا ب 50,000 وكل شهر 10,000 لوحده كده. يعني لوحده ده حاجة جميلة جدا. وبعدين مش عايز انسى اسماء، يعني رئيس نادي الزمالك دفع قبل كده، رئيس نادي الاتحاد دفع قبل كده، رئيس المصري القديم دفع علينا قبل كده، حاج احمد فوده الجريحي، يعني مش عايز انسى ناس. دولت حاطين ايدينا ايديهم فين مع الجمعيه بشكل غريب، كان الموضوع موضوعهم. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، لان احنا اول مره يعني يكون عندنا ويتنج ليست. حلو ويتنج ليست، حلو لسه هنتكلم مع سياده اللواء على الويتنج ليست ده. حلو حلو يا كابتن، تدمك خفيف. وفي حد يقدر يقول كابتن ورجينا غير انه نستمتع بيك واحنا قاعدين جنبك؟ الويتنج ليست دولت يعني انا بكتر على الكابتن عبد المنعم، هرجع على الهواء والنبي تتحايل عليه ان الموضوع ما بدل ما يبقى سنه
يبقى 6 اشهر. لا لا, لا, لا لسه كنت اتكلم مع الجزئيه دي. طالما ان ربنا بيبعت لنا فلوس. الرئيس السيسي الناس بتقول له الموضوع 6 سنين, يقول لهم لا سنه ونص. برجيلة بقول لهم بيقول لك بيديك امر. كابتن برجيلة يعني يوم جميل وسعداء بوجودكم كلكم صراحه. واحنا ابن الكابتن المرحوم الكابتن شاذلي قاعد وابن ابن الكابتن هاني يا عيني يا عيني على الناس اللي موجودين, على الناس الحلوه دي. يا رب يا رب بحق جهنبي يدينا الصحه دائما يا كابتن, وان نقدر نعمل حاجه كويسه لاخواتنا يا رب بحق جهنبي. دايما تتجمعوا على خير ودي حاجه. لا كابتن منور يا كابتن, للتلفزيون النادي الاهلي المحترم. ربنا يخليك يا كابتن, منورت يا كابتن ابو رجيله. طبعا نجمنا الكبير, نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني, وحاجه محترمه لمسه.